في حضرة الشهداء تتبعثر الكلمات ويتلعثم اللسان وتصبح اللغة فضاء ضحلا. ففي هذا اليوم العظيم الجلل وأثناء هذه اللحظات ووسط هذه الحشود المهيبة من أهلنا في شمال وشرق سوريا ومن كافة المكونات، يقف التاريخ ليسجل هذا الحدث الجلل، ونقف نحن وقفة الإباء والشموخ والشجاعة، وقفة الكرامة والتضحية. إنها وقفة مع الحقيقة التي لا يستطيع أحد تغييرها. إنها عظمة الشهادة والتضحية، هذا العطاء السخي العظيم اللامتناهي الذي لا يستطيع أي أحد تقديمه إلا النبلاء والنبيلات. هم تسعة من خيرة شبابنا وشاباتنا، من قوات سوريا الديمقراطية، وفي مقدمتهم رئيس وحدة مكافحة الإرهاب. فقدناهم وفجعنا بهم في لحظة واحدة وهم في معرض تأديتهم لواجبهم. في سماء كردستان العراق في حادثة تحطم طائرتهم أثناء سفرهم إلى السليمانية لتبادل العلوم والمعارف والمهارات والتدريب في إطار الاستمرار لمكافحة الإرهاب الذي أرهق العالم أجمع. نعم، لقد آلمنا وأوجعنا رحيلكم أيها الشهداء والشهيدات. لقد افتقدناكم وافتقدكم أهلكم ورفاقكم وزملاؤكم، ولكن وقوفنا أمامكم وأمام جثامينكم الطاهرة في هذه اللحظات المهيبة، شعبنا العظيم، شعبنا المقاوم، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، عوائل شهدائنا الأبرار، أتقدم إليكم بأحر التعازي باستشهاد كوكبة من مقاتلي ومقاتلات من وحدات مكافحة الإرهاب الذين استشهدوا خلال تأدية واجبهم الوطني. إن استشهاد هؤلاء الكوكبة وفقدانهم خسارة كبيرة لنا جميعا، وفراقهم مؤلم أكثر. فهؤلاء الشهداء كانوا في رعان شبابهم، وهبوا حياتهم من أجل قضية آمنوا بها ودافعوا عنها، وكانوا خير المدافعين عن وطنهم وعن أرضهم وعن شعبهم وعن الإنسانية جمعاء بلا استثناء. عهدنا لهم ولجميع رفاقهم الذين سبقوهم إلى الخلود أننا ماضون على طريقهم، محافظين على مكتسباتهم، وسائرون على مسيرتهم لأنها مسيرة الشرف والكرامة. شعبنا العظيم، عفرين المحتلة أيضاً كانت لها نصيب من الشهداء، فرغم مرور 5 أعوام على احتلال عفرين، ورغم السياسات القذرة، ورغم الانتهاكات المستمرة، ورغم تداعيات وآثار الزلزال المدمر، إلا أن أهل عفرين كان لديهم بصيصاً من الأمل أن يوماً جديداً سيشرق، يوماً هو يوم الحرية. فأضاءوا شعلتهم التي ترمز إلى الحرية والخلاص من القهر والظلم، ولم يكن يدركون أنهم سيدفعون حياتهم ثمناً، حيث قامت مجموعة من الفصائل الإرهابية المرتبطة بالمحتل التركي
وصوبت فوهات بنادقهم القذرة إلى صدورهم العارية فأردتهم قتلى، أربع قتلى من عائلة واحدة. إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندين بأشد العبارات هذه الجريمة القذرة التي تعبر عن سلوك إجرامي خطير وعن انحطاط أخلاقي لا مثيل له. وإذ نعزي عوائل شهداء نوروز، ندعو المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال التركي الذي هو السبب الأساسي في ارتكاب هذه المجزرة، حيث حولت المحتل التركي الأراضي المحتلة إلى ساحة للمرتزقة والإرهابيون الذين يعيثون فساداً وقتلاً وخراباً وتدميراً. كما ندعو بإخراج جميع هذه الفصائل الإرهابية من عفرين المحتلة وتسليم هذه المناطق إلى أهلها من أجل إدارتها وعودة آمنة لجميع المهجرين والنازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية. كما ندعو جميع الفرقاء والأطراف السوريين إلى توحيد مواقفهم من أجل خلاص الشعب السوري وإنقاذهم من براثن التجار الذين يتاجرون بدمائهم. مرة أخرى نعزي جميع الشهداء، شهداء الحرية والمجد والخلود لأرواحهم الطاهرة. Už 21 آداره حتى 28 آداره وسلاح قتال هنگی ام همی شهیدین تفگر آزادیه ببیرتینه و بجنا خوا لبر فداکاری آوا برزداریم دیتاوینه گلی می خازر بنابی مجلس مربات شهیدا ام خیرهاتنا و حمی حوالات کن ام خیر هات ناره هواپیمای شهید کن هواپیمای میلشکر عسکری دکن ام بچن بلا سر و ساخته لاما گرک ام ایرو ام هواپیمای خو غرب کن لاما امتیه و بالا نهیلن امتیجه بکن ام سلاح و العرده نهیلن گودنا ما بر هری دایکن با شهیدا ام بچن دای راست برینی و کورن راست برینی و بیشن لاما بزنی بن قیرو افزارو که و پیمون سیمپل آزادیه و دیروکسر و بیفسنه جبرگو جده هزارو یازده با حتی آنا به هواپیمای خورا میل به میل دست به دست تا به کتاریل سرت وای جهان دان عالی اگو جهان تباه نکاری به زده ضروری بیشکینه لاما بدست انزارو که وا افتاری حدش کندن بر خدا نزارو که پیروزا سر و بر بلند بن زارو که وا شلا نوروزینا بر خدا نزارو که وا کری بر خدا نکبر اومتا جهان همه بر خدا نزارو که وا داخل دای جبر به ام حمی سلاح کی گرم دشیانن بازن سری چای آزاد گریلای چای آزاد سلاح گرم حتی جبر حتی امرانی جشواره هنر و سلاح و هزار سلاح جمی ماری آزادی راره بر آبر سلاح می گرم جشوار هنر و ام بچن هواپیمای شهیدا شهید ما ایرل بیشی آمنا سوزام آب ام وکمل بادن شهیدا گوته کوشینه با هوالا کریم بگهن داوی خون و خیالن گو با هوالا رسم آدیان بگهن داوی ام تجاری سلاح و العرده ناهیلن و ام بیشند داویه دا شهید نامره و على خاتمهم و اصحابهم و تابعیهم و محبیهم الى يوم الدین. إننا نقف اليوم أمام هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة
لكل شخص يقول أنا حر على هذه الحياة، لكل إنسان، لكل امرأة أرادت أن تقول من هنا يبدأ الحياة من روج آذاي كردستان. آذار، وما أدراك ما آذار؟ يبدأ ليلته الأولى بذكريات إلى أن تنتهي أيامه. شهداء الثاني عشر، أم شهداء حلبجة، أم شهداء الحرية الذين أوقدوا نار نوروز في حي الصالحية، أم الذين نحن الآن في حضرتهم الذين دافعوا عن الأرض والعرض وعن الدين ليعيش أبناء الأديان والمعتقدات بكل حرية بل بسلام يتعايشون؟ أم أقول لأولئك الشهداء الذين عشت بينهم أكثر من ست سنوات جنديرس الحزينة، جنديرس التي بقيت فيها أكثر أو ما يقارب ستة أعوام في الحارة الفوقانية بجنب هؤلاء الشهداء الأربع الذين كانوا خيرة الناس وكانوا يدافعون عن كل إنسان يعلم أنه حر في هذه الحياة. أقرقو بخازن أقري أزادية فمرين، أقرقو بخازن أقري قوهسن كار كاوايه وقتي قو أو أقر دادا بخازن أقري أزادية كردا فمرين أمجوار دبيجن أو أقري هاني تجاري فنامره حتى دايكك شدايك مهبة، حتى صاروكك شصاروك مهبة، حتى يجمل سروي عرده هبة، أم يبيجن أم هنة وأم يهبن وأم يتريجي هبن. أقرش دردو كلا جمر رجاد خلقينا، أقر جمر جمي خليني تهرقينا، اگر گدردو کلاج مر پیدا دکن ام جوار بیجن ام وان خوینا وان دردو کلا ام بوهینن ام بوهینن وان گلیین آزادیه جوان گلیه جنه و کچه مل کردا مل بمل بحمو مل روشلات و باکوری سوری بله از بیجم گو وک خدا گو شهید تجاری نامره شهید تمین ساغه لبله ساغبون آوان نده هندره ترباده یه ساغبون آوان ده مجیه مده به مجیه ما ده هیزه ما ده یکبونه ما ده براتیه ما ده وک هفیه ما اگر گو ام دسته خو نکن دسته هف ويخوين شهيد مهره وكمزنكي كرداغو اگر ان بيجن ولات آزاد دبن بشهيدا كردا خوينا خدان اگر گو ان بجميرن ام ده ولات الوان خوينا آزاد بكن لبل مخابن شما ايرو حرمت دقرم جمال بات شهيدارو اف شهیده گم وک اولدار وک ملا وک کشا وک قوال وک هر کسی گوشیان خو ده هر چار پرچه کردستانی آن دروج هلاب و باکور سوری ام خود بینن جوان ره دیندار ام لسر منبر ما خوامان ام لولات خوامان بخینا وان شهیده آخش! آخش!